مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مصر. اكيد كلنا النهارده تابعنا تحركات الدولار او الجنيه امام الدولار النهارده من الصبح، خصوصا الوقت يعني من 10 الصبح 11 كده، وبدات الاسعار او بدا يعني الدولار بيرتفع امام الجنيه بشكل تدريجي وبشكل متفاوت. شفنا مثلا بدا فتح بدايه اليوم على 27.50 27.60، بعد شويه لقينا بيوصل 29، شويه على بعد الظهر بيتخطى ال 30 لحد ما يعني وصل ل 32. وتقريبا من وقتها او لما وصل لمعدل الدولار وصل ل 32، بدا بعد كده لقينا ان المنحنى اللي يبص كده على لو فتح جوجل بيشوف وبيتابع تحركات الجنيه امام الدولار هيلاقي ان كان وصل لقمته، الدولار وصل لقمته بال 32 تقريبا او 31 90 حاجة كده، ثم بدأ ينزل تاني لحد ما وصل يعني لحوالي 29 وكسور. يعني دلوقتي أعتقد هو بيروح 29 وشوية يعني أو 27. فأعتقد الفرق ده اللي هي فكرة المرونة، يعني هي دي المرونة اللي كان بالأساس، يعني بالأساس كان بيستهدفها البنك المركزي، فكرة إن يكون في مرونة لسعر الصرف. يعني مش ان الدولة هي اللي بتحدد سعر الصرف، ان زي ما كان بيحصل اولا عايز اثبت سعر الصرف عند 24 فانا بقعد اضخ من الاحتياطي الدولاري عشان يتبلع من السوق. السوق بيبلع كل ما بترمي دولارات، كل ما السوق عمال بيبلع الدولارات اللي انت بتحطها في السوق، بالتالي ده ما بيأديش الى انخفاض سعر الدولار امام الجنيه، بالعكس ده عمل سوق موازية. سوق الموازية دي في للأسف يعني تم ما يسمى بالدولارة أو تسليع الدولار. الدولار في حد ذاته بدل ما هو ورقة زي أي ورقة مالية زي أي بنكنوت حضرتك بتستخدمه، زي وزي الجنيه زي الاسترليني زي اليورو زي الين زي أي عملة بتستخدمه عشان بتشتري بيه سلعة بتأدي بيه تجارة أو ما شابه، ولكن أصبح الدولار ده بدل ما بيشتري السلعة أصبح الدولار نفسه هو السلعة نفسها. فأصبح بالتالي بدل ما أنا بستخدم الدولار عشان أكسب من خلال شرائي لبضاعة معينة أكسب فيها وتاجر فيها، لا، أصبح الدولار نفسه هو التجارة. يعني بدل ما بستورد تلاجات مثلا بالدولار، لا، أنا هيبقى أربح لي إن أنا أتاجر مش في التلاجات، أتاجر في الدولار نفسه، وهيبقى مكسبي من الدولار أعلى من مكسبي إن أنا أروح أتاجر واستورد وأكسب وأشغل وأفتح محل وأشغل ناس وعمالة وأمور دي كلها. فأنا ليه أعمل ده كله لما ممكن أبتدي أتاجر في العملة نفسها، في العملة في الدولار. فبالتالي اتحول الدولار من مجرد وسيلة للتجارة أو أداة للتجارة مع الخارج، أصبح الدولار في حد نفسه سلعة، أو أصبح الدولار في حد نفسه تجارة. وبالتالي ده عمل أزمة. تفتكروا حضراتكم في 2013 و14 لحد 15 كان في فكرة تسليع الدولار، الدولار أصبح سلعة. حتى وقتها لو حركوا لو تفتكروا يقول لك ست البيت النهاردة بقت تخزن دولار، تلاقي أي واحد يقول لك أنا بحول دولار، عايز يكسب في الدولار، عايز يتاجر في الدولار. ده وقتها ما اختفاش، وكان طبعا في فجوة ما بين السعر الرسمي اللي كان موجود في البنك وما بين السوق السوداء، كان في فرق كبير جدا. فده ما اختفاش إلا لما أصبح بعد 2016، بعد الإصلاح الاقتصادي اللي حصل في 2016 تدريجي، أصبح في سعر واحد وسعر رسمي للدولار. لو حضراتكم تتذكروا بعد 2016 والتحريك اللي حصل في سعر الصرف كان وصل حوالي 19 جنيه، ثم نزل بعد كده إلى حوالي 15.70، وقعد مستقر على ال 15.70 فترة طويلة جدا، وكان ده لغاية 2020 تقريبا، يعني من 16 ل 20 تقريبا، 2016 لغاية 2020 أو من بداية 17 يعني لغاية 2020. الفترة دي اللي كان بيحتاج دولار كان بيلاقيها، حتى كانت شركات الصرافة، وكان لو تفتكروا بعض شركات الصرافة وقتها
قبل 2016 كانت بتتاجر في العملة، كان في فكرة التجارة، والبنك المركزي وقتها كان بيقوم بمجموعة من الحملات على بعض شركات الصرافة اللي تتلاعب في هذا الأمر أو بتخلق سوق سودا موازي للسعر الرسمي. شوية بشوية، شهر في التاني، خلاص بقى السعر الرسمي تروح البنك 15.70، تخرج للصرافة 15.70، بقى في سوق واحد بس وسعر واحد بس للدولار زي الدنيا كلها. تروح تجيب الدولار من البنك زي ما هتجيبه من الصرافة اللي في الشارع جنب البنك، هو نفس السعر. وقعدنا ماشيين على كده سنين، الدنيا اتحسنت، الاقتصاد اتحسن، الامور بقت زي الفل. ولكن فكره يعني تسليع الدولار او الدولره ده شيء خطر جدا. لعل الاجراء اللي تم، وشفنا النهارده ازاي البنك المركزي اتعامل مع مبدا المرونه، مرونه سعر الصرف، يعني لعل الطالع والنازل في الدولار اللي حضراتكم شفتوه ده النهارده من 27 يروح ل 31 وكسور، ثم ينزل تاني لل 29 او حتى ما دون ال 29. فده فكره المرونه في سعر الصرف، ده ليه مجموعه من الاسباب. اولا فكره مواجهه الدولاره، مواجهه ان الدولار نفسه يتعامل سلعه. النهارده انا لو هبيع التليفون ولا ابيع اي عربيه ولا اي حاجه واروح اشتري، او معايا قرشين اروح اشتري دولار عشان اخزن الدولار وابتدي اضارب فيه، طيب هو شرى دولار من السوق السوداء على 34 35 36، الدولار بيعلى في الرسمي، فجأة الدولار خلاص أصبح فيه قدر من السيولة موجودة. لقينا الدولار بعد ما كان وصل ل 32، وحضراتكم طبعا متابعين تقدروا تشوفوا ده على جوجل، وريت الزملاء تجيبوها لنا من منحنى الدولار على جوجل، تلاقيه وصل ل 29 عفوا ل 32، ثم بدأ المنحنى بعد ما كان السهم في الطالع بدأ ينزل تاني. طيب ده بالتالي مش هيعمل سوق موازية، يعني ده بالتالي هيخوف اي حد ان هو يتاجر في الدولار، لان ببساطة انا هروح اشتري الدولار من السوق السوداء عشان اتاجر فيه. انا بتكلم على التسليع، السلع، الدولار يتحول لسلعة، بدل ما اروح اشتريه ب 34 وانا متخيل ان هو يوصل 38 39 ايا كان، انا معرفش هيرتفع هينخفض، دي مش بتاعتي انا معرفش، ولكن انا بتكلم على اللي هيخزن الدولار ده عشان املا في ان هو يوصل لمستويات قياسية فيحقق مكسب. فبالتالي لما يلاقي سعر الدولار نفسه نزل، اعتقد دي رساله ان فكره تسليع الدولار ده شيء مش ايجابي. الفكره الثانيه تهيألي يعني فكره الحفاظ على المدخرات، يعني حد النهارده عاين فلوس او حاطط فلوس او ودائع او شهادات او حاجه بالجنيه، ما ضربش في دولار، هو حط الفلوس بالجنيه، فبالتالي هو منتظر العائد فبياخد العائد برضه بالجنيه. القيمه الشرائيه للجنيه في ظل الانفلات اللي حاصل في السوق السوداء او تسليع الدولار والسوق السوداء والسوق الموازيه للعمله، ده بيؤدي الى تاكل المدخرات اللي بالجنيه دي نفسها، لان التضخم بالتالي زاد، فبالتالي كان لازم الحفاظ اعتقد على مدخرات الناس اللي هي حاطاها بالجنيه. حتى الناس اللي هي راحت اشترت دولار عشان تتاجر فيه، فالنهارده راح اشترى دولار بمبلغ وقدره ب 32 وكان امله ان هو هيوصل ل 35، فجأة نزل الدولار حتى على جوجل زي ما كانت الناس بتتابع كده 29 30 31 32 نزل لتحت ال 30، فبالتالي مرونة السوق دي مش هتفسح المجال او هتدي فرصة لفكرة المتاجرة. شيء ثالث الحقيقة برضو شيء مهم جدا، هي فكرة لو حضراتكم فكرة خفض التضخم، لو حضراتكم تاخدوا بالكم مما تم اعلانه من البنك الاهلي وبنك مصر فيما يتعلق بالشهادات، ال 25% العائد السنوي او 22.5% العائد الشهري، تقريبا احنا بنتكلم على 155 مليار او يعني قدام حضراتكم اهو، او قدام حضراتكم النهارده اللي حصل، جه الساعه نقدر نقول يعني الظهر الساعه 12 الظهر، بص حضراتكم القمه الخضراء اللي فوق دي، القمه الخضراء وصل لاعلى مستوى ليه اللي هو عند 32 جنيه على الشمال، عند 32 جنيه تحت التوقيت هتلاقي تقريبا الساعة 12، يعني الساعة 10 بعد الساعة 10 بدأ يطلع تقريبا الساعة 12 بدأ يرتفع بشكل كبير جدا، ثم بعد الظهر كان وصل لحد 32، ثم بعد الظهر لو حضراتكم تاخدوا بالكم
بعد الظهر بدأ ينخفض لغاية الساعة 2، بدأ من الساعة 2 أو قبل 2 يمكن من الساعة 1 وشوية بدأ يمشي ليفل، يمشي بشكل مستوي، يعني طلع طلع من 27 وكسور تحت اهي على الشمال 27 28 هو كان ما بينهم، كان 27 60 27 80 في الحدود دي يعني، بدأ يرتفع لغاية ما وصل ل 32، فجأة نزل تاني الدولار على حدود الساعة 1 الظهر، من الساعة 2 وانت طالع لغاية دلوقتي خلاص بقى ليفل ماشي في حدود ال 29 وكسور 29 70 29 80 في الحدود دي، فالحركة دي هي دي المرونة، ما يسمى 29 70 اهي قدام حضراتكم، ده بيسمى بالمرونة، سعر الصرف المرن. المرن يعني كدولة كبنك مركزي على ما افهم يعني مش هو اللي بيضخ فلوس عشان يبتدي يحافظ على الدولار عند سعر ال 29 ده ويثبته يقف عند 29، لا هو على حسب العرض والطلب لغايه ما السوق يظبط نفسه، يوازن نفسه ما بين الطرح، ما بين الموجود، ما بين الوفره من الدولار وما بين المطلوب، يبتدي السوق هو اللي بيظبط نفسه في العمله مع مجموعه الاجراءات. ثم فكره لما حضرتك تاخد بالك من ال 155 دولار 155 مليار دولار مليار جنيه 155 مليار جنيه اللي تم شراء الشهادات بيه اللي هي 25% وال 22.5%، وفقا لما هو يعني من تصريحات البنكين بنتكلم في حوالي 50% من القيمه دي، يعني بنتكلم في حوالي 77 مليار 77 مليار ده نتيجه كسر الشهادات، يعني ناس كانت شاريه الشهادات اللي قبلها سواء بقى ام 17 25 او 16 او 14 او يعني نص ال 155 مليار، يعني بنتكلم في حوالي 77 مليار تقريبا، دي ناس كسرت الشهادات، ناس كسرت الشهادات القديمه بتاعتها وكان فات 6 شهور عشان القديمه بتاعتها او الودايع واشترت شهاده جديده ام 25 سنوي او 22 ونص شهري، نص ال 155 مليار. طب النص الثاني، النص الثاني اللي هو قيمته برضو 77 مليار جنيه، ده اللي تم برضو ده نص اللي تم شراء الشهادات بيه خلال الاسبوع اللي فات، ده جم منين؟ هتلاقي حضرتك ده جزء منه حد شايل فلوس في البيت، ما اعتقدش يعني ده مش هيبقى رقم كبير يعني، جزء عقارات، جزء اراضي، جزء حسابات بنكيه عاديه وحولها الى شهاده قد يكون، جزء اخر كان بيضارب في الذهب، جزء اخر كان بيضارب في العملة، فجزء من ال 77 مليار اللي تم شراء بيهم شهادات ده نص ال 155 اللي الناس شارت بيها، نصهم جاي من كسر ودايع، النص الثاني هو ده بقى اللي منه ناس كانت بتتاجر في العملة، منه ناس قد يكون كان بيشتري ده ويخزن ده، منه ناس كانت حاطة فلوس في أرض بقى، حاطة فلوس في عقار، حاطة فلوس في البيت، هو حر. ولكن الفكره دي ادت الى خفض او 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 تخفيف الطلب على الدولار، يعني اللي كان بيفكر ان هو يتاجر في الدولار يستغل فكره ان الدولار يبقى سلعه ابيعها واشتريها واكسب، زي فكره العربيات تلاقي حضرتك حد بيروح يشتري عربيه او يحجز عربيه بالسعر الرسمي عشان اول ما يستلم او قبل ما يستلم ياخد فيها الاوفر برايس، فتطلع ظاهره الاوفر برايس عشان يبتدي يحقق فيها مكسب، هنا العربيه اتحولت لسلعه بدل العربيه، ما هي وسيله للتنقل، اصبحت العربيه بالنسبه للناس العاديين بالنسبه للمستهلكين اصبحت تجاره، انا بتاجر، المواطن التاجر بتاجر في العربيه، اصبحت العربيه سلعه بالنسبه لي مش مجرد وسيله بتحرك بيها، فبالتالي بحاول احقق منها مكسب، كذلك بعض الناس بدات تسلع او تعمل سلعه اسمها الدولار، ففكره ان يتم يعني ضخ مجموعه من الفلوس دي او 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 تسييل الدولار ده وضخه في السوق عشان ياخد المكسب بتاعه او الربح اللي خده منه يروح يحطه في الشهاده، فده كان جزء من الشهادات مثلا اللي تم ربطها اللي هي بال 25% او 22.5%، ده بالتالي خف شويه حده التضخم. قد يكون شيء اخر فكره المستثمر الاجنبي. المستثمر الاجنبي هو في النهايه عايز يتعامل مع سعر عمله واحد. سعر عمله واحد سواء هو ليكن مصنع شركه سواء بقى مصري او اجنبي، بس خلينا في الاجنبي. بينتج سلع هنا في مصر، عامل مصنع. طب هو في النهايه عنده مكون اجنبي عايز يشتريه بالدولار. فهيجيب الدولار منين؟ بالسعر الرسمي؟ سعر البنك اللي كان 27 50 ولا 27 60؟ ولا يتعامل مع السوق السوداء اللي فيها كسر ل 32 33؟ محدش عارف. فبالتالي هيتعامل باي منطق؟ هيتعامل باي سعر؟ في سعرين للدولار.
هو عايز يتعامل بسعر واحد للدولار، يبقى مارين ما عندوش مشكله، يبقى 30 ينزل 29 70 يطلع 30 70 ما عندوش مشكله يعني في الاطار، بس يبقى في سعر رسمي للدولار، في سعر واحد للدولار، اينما تذهب هتلاقي سعر واحد للدولار، مفيش سوق موازيه للدولار، يقدر حتى لما يجي يحول مدخراته او يعني يحول ارباحه يقدر ان هو يحول ارباحه. فيعني اعتقد يعني اعتقد هنا النهارده بدانا نشوف يمكن لاول مره ما يسمى بال السعر المرن للدولار، مش بقى السعر العادل ولا السوق الموازي، لا هنا فكره السعر المرن للدولار، القيمه المرنه للدولار، سواء يرتفع قليلا او ينخفض قليلا. امتى يستقر؟ الله اعلم. هيستقر على كام؟ الله اعلم، لان حضرتك بتقول ان هو سعر صرف مرن وفقا للوفره او السيوله الدولاريه اللي موجوده في السوق. امبارح كان في طبعا المؤتمر الصحفي او اللي كان موجود في صندوق النقد الدولي، واللي كان بخصوص التعاون مع مصر، الحقيقه كان في مجموعه من الارقام اللي لازم برضو نتوقف فيها مع حضراتكم. وبرضو حتى امبارح اشار صندوق النقد الى فكره مرونه سعر الصرف، ان لازم يكون في سعر صرف مرن، مش الدوله اللي تقعد تضخ، تاخد دولار وتضخه في السوق عشان تتحكم في سعر الصرف، فما يتحكمش في سعر الصرف فيتآكل الفلوس اللي اتضخت، ضخت مليار في الشهر، ضخت نص مليار في الشهر، ضخ زي ما تضخ. ولكن لو تفتكروا حضراتكم ده كان بيقول لك مثلا، احنا بنتكلم في 2011 و12 و13، يقول لك مش عارف البنك المركزي ضخ النهارده 500 مليون دولار، ضخ مليار دولار، ضخ 700 مليون دولار عشان يتحكم في سعر الدولار، وما كانش بيتحكم فيه كان كل الضخ ده، وده ادى الى الاحتياط الدولاري في مصر كان وصل الى مستويات متدنيه لم يصل اليها من قبل بسبب محاولات التحكم في الدولار اللي كلها بقت بالفشل. محدش اتحكم في الدولار وقتها الا لما جيت في 2016 عملت الاصلاح الاقتصادي، خلاص وصل بقى عند مستوى عادل اللي هو 15 70، طلع شويه يمكن لغايه 19 تقريبا ونزل لل 15 70 واستقر على ده سنين. امبارح صندوق النقد الدولي الحقيقة تحدث عن السعر الصرف المرن، سياسة نقدية يكون فيها خفض للتضخم، زي ما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كمان قال مجموعة من الأرقام الحقيقة الجيدة جدا. توقعات صندوق النقد الدولي قال إن بيتوقع تسجيل معدل نمو 4% العام المالي الحالي 22-23، بيتوقع السنة الجاية إن شاء الله 5.3% معدل نمو، 5.7% عام 24-25، ثم في من عام 25 لعام 27 إن شاء الله في معدل نمو يتراوح لحوالي 6% أو تحديدا 5.9%. كمان بيتوقع تراجع معدل التضخم السنة دي، هيتراجع إلى حوالي 15.8%، في حين احنا كنا بنتكلم في معدل تضخم حالي في شهر ديسمبر الماضي يعني كان حوالي 24.5، وبالتالي زادت اسعار تضخم يعني زادت اسعار. حاليا بنتكلم في ديسمبر اللي فات ما فيش من اسبوعين ثلاثه كان 24.5%. صندوق النقد بيتوقع ان معدل التضخم هينخفض وهيسجل 15.8، قول 16%، 2022-2023 هو العام المالي الحالي. ابتداء من السنة الجاية إن شاء الله هيكون العام المالي القادم هيكون في انخفاض متتالي 11%، ثم 7.6%، ثم 7% ابتداء من 2025، وده بالنسبة لإمبارح ومؤشرات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بهذا الأمر. النهاردة كمان كان رئيس مجلس الوزراء استعرض كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها في المواني. وفقا لما تم إعلانه وصل حجم البضائع المفرج عنها في مختلف الأغراض الاستيرادية في الفترة من 1 ل 10 يناير الحالي أكتر من 1.5 مليار، 1.5 مليار دولار. ده في يعني مختلف السلع بقى، سواء نظام التسجيل عن طريق نظام التسجيل المسبق للشحنات اللي هو الـ ACI أو بره الـ ACI. كمان مجمل البضائع المفرج عنها في هذه الفترة، قيمة البضائع
انواعها وصلت لاكثر من حوالي 613 مليون دولار، من بينها سلع غذائيه، مستلزمات صناعه اوليه او مصنعه، قطع غيار، الاجزاء اللازمه لقطاع الصناعه. في شهر ديسمبر اللي فات تم الافراج طبعا زي ما حضراتكم عارفين عن حوالي بضائع بحوالي 7 مليار دولار، وده طبعا يعني القيمه الاجماليه من اول ديسمبر لغايه النهارده بنتكلم في حوالي 8.5 مليار دولار. حتى امبارح يعني صندوق النقد وهو بيتكلم عفوا بيناقش البرنامج الاقتصادي المصري حتى اشار الى التحديات مش بس بتواجه مصر ولكن بتواجه العالم، فكره التضخم العابر للحدود، يعني موجه التضخم دي اللي مغطيه معظم دول العالم وبالتالي تاثيراتها ظهرت في اكتر من مكان. لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم امبارح على امريكا مثلا والقطاع الصحي هناك والتمريض اللي عامل اضرابات في نيويورك بسبب الاجور وتدني الاجور. قبلها كنا بنتكلم على بريطانيا وموجه الاضرابات اللي موجوده في بريطانيا. النهارده يعني في كساد في الاقتصاد البريطاني يعني ما تحققش او ما حصلش من 66 سنه زي ما بتقول البي بي سي نفسها. يعني البي بي سي البريطانيه كاتبه بريطانيا تشهد كساد وتواجه اكبر تدني في مستوى المعيشه منذ 66 عام. ده اللي بيقول الكلام ده البي بي سي نفسها. فمستويات معيشة الحقيقة أو تحديات معيشية صعبة جدا، هبوط اقتصادي أو هبوط في معدلات أو مؤشرات النمو الاقتصادي في بريطانيا، مستوى الدخل هناك قل بنسبة 7% على الأقل. يعني برحب بالكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي من لندن. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا. الحقيقة الخبر برضو اللي نشرته البي بي سي يعني أعتقد ليه ملامح على الأرض، يعني حضرتك بتلمسيها من خلال تواجدك في بريطانيا. بالتأكيد طبعا، يعني ليس تقرير هيئة الإذاعة البريطانية فقط، ولكن هناك أيضا الكثير من التقارير الرسمية، وفقا على سبيل المثال لمكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا الذي يقدم تقريبا بشكل شبه يومي بيانات تتحدث عن المستوى الذي وصل إليه الاقتصاد البريطاني المتعثر بشكل كبير. بريطانيا بتواجه أكبر هبوط في مستويات المعيشة، يعني دعني أقول لك أنه منذ بداية تدوين السجلات الرسمية عن هذه المستويات. بالتأكيد هذا بينعكس بشكل كبير على كل مناحي الحياة في بريطانيا، على قطاعات وشركات الصناعة. قطاع التصنيع بيشتكي الآن من يعني عدم قدرته على تحمل تكاليف الإنتاج. بنشهد في الفترة الحالية وفقا لبيانات رسمية إفلاس الآلاف من الشركات المقيمة على الأراضي البريطانية لأنها لا تستطيع إفلاس. تعلن إفلاسها للدرجات. نعم، لأنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف الإنتاج. أيضا هناك حديث على أنه المستوى الذي وصلت إليه مستويات المعيشة في بريطانيا ربما لن تعود لما كانت عليه في العام الماضي قبل 4 أو 5 سنوات. الاقتصاد البريطاني بيعاني كما نعلم من أعلى مستويات للتضخم لم تشهدها بريطانيا منذ 41 عام. هذا بينعكس بشكل كبير أيضا على البريطانيين الذين بدأوا بالفعل الحديث عن كيفية تنظيم حياتهم اليومية مع الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المواد الغذائية. هناك تقارير تتحدث على أنه الكثير من الأسر البريطانية الأقل ضعفا والأقل دخلا تحاول أن تتجنب بعض الوجبات الغذائية في اليوم. وأيضا هناك من يعني يعتمد بشكل شبه ثابت على بنوك الطعام، لأنه هذه البنوك توفر لهم الأطعمة المعبأة، وبالتالي لا يلجأ إلا استخدام الغاز أو الكهرباء. بعض المستمعين ممكن يصعب عليهم تخيل ده يا أستاذ عزة، يعني يصعب عليه أنه يتخيل أن ممكن مواطنين في بريطانيا وواحد من أكبر الاقتصادات في العالم يروح المواطنين فيها بيتسولوا الطعام أو ياخدوها من بنك طعام. بعض يعني فئة يعني، وكل مجتمع فيه فئات يعني تحت مستوى الفقر بمراحل يعني.
يعني أستاذ عمرو، هذه بيانات رسمية وتقارير بتصدر من وقت لآخر حتى من الجمعيات الخيرية التي تقدم بنوك الطعام، التي أصبحت الآن حتى تشتكي من الطوابير الطويلة اليومية، وأنها لا تستطيع أن توفي بكافة التزامات ومطالب هؤلاء البريطانيين الذين يحتاجون إلى الأغذية المعبأة أو المقدمة بشكل يعني منخفض أو يمكن بلا تكلفة عالية. دعني أقول لك أيضا أنه الأسر البريطانية بتعيد النظر أيضا في احتياجاتها اليومية. هناك الآن من يحاول أن يستغني عن الإجازات أو أن يستغني عن بعض الأكلات التي يعني كانت، أو الحلويات على سبيل المثال أو الفاكهة، يعيد النظر في الأساسيات، المواد الأساسية الغذائية، حتى يستطيع أن يوفر قوت يومه. وبالتالي يعني الحديث عن الأزمة الاقتصادية في بريطانيا كبيرة جدا، تطال كما قلت كافة مناحي الحياة، وليس فقط المواطن البريطاني ولكن كافة القطاعات الصناعية والتجارية. فقدان الوظائف، الشركات الآن التي أفلست بالفعل تستغني عن آلاف أو مئات الآلاف من العاملين، وبالتالي هناك من البريطانيين الذين لا يجدون الوظائف الكافية أو العمل الذي يستطيع من خلاله تدبير يعني معيشتهم. ناهيك عن ارتفاع تكاليف أو ارتفاع فواتير الطاقة، يعني كانت الحكومة البريطانية قد تدخلت وقدمت دعما للأسر البريطانية، وضعت سقف للتدخل في أسعار الطاقة بحوالي 2500 جنيه استرليني. كانت الحكومة السابقة في عهد ليز تراس قد قالت أنها سوف تقدم هذا الدعم للشركات وللأفراد حتى نهاية عام، بداية عام 24 أو العام الحالي. جاء رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وقال أنه حتى يستطيع أن يقضي على هذا التضخم، اكتفى وزير المالية بأن يقدم هذا الدعم فقط حتى أول السنة المالية الجديدة في بريطانيا، يعني خلال شهر أبريل القادم. فبالتالي المعاناة مستمرة، وأيضا تكاليف المعيشة الباهظة كبيرة جدا. ورئيس الوزراء البريطاني يقول أنه التدخل لخفض التضخم هو هدفه الأساسي، يحاول من خلال سياسات وخطط اقتصادية أن يضع حد للإنفاق الحكومي، وأيضا أن يخفض الدين العام. بريطانيا التي كانت تعتبر خامس أكبر اقتصادات على مستوى العالم تنازلت عن هذا المركز الآن، سبقتها الهند. بريطانيا الآن في المركز السادس. وأيضا بريطانيا مقارنة بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى هي في أسوأ مركز بالنسبة لاقتصادها مقارنة مع اقتصادات بعض الدول في مجموعة السبع وأيضا في مجموعة العشرين. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي من لندن، شكرا لحضرتك. والأغرب بقى كمان لما هنروح ألمانيا. ألمانيا هي الاقتصاد الأقوى في أوروبا، يعني هي قاطرة أوروبا الاقتصادية، وألمانيا من أقوى أربع اقتصادات على مستوى العالم. إذا كان بريطانيا كانت في المستوى السادس ونزلت السابع، والهند وصلت إلى السادس، فألمانيا أعلى من هذه الاقتصادات كلها. ولكن حتى في ألمانيا ارتفاع كبير في معدل التضخم بشكل غير مسبوق، يعني من 33 سنة. برحب بالأستاذ حسين خضر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا. أستاذ حسين مساء الخير، أهلا بحضرتك. شكرا يا فندم، تحية لحضرتك وكل المشاهدين. اهلا وسهلا. موجة التضخم او سحابة التضخم العمالة تنتقل في العالم او تتنقل في العالم، تأثيرها ايه على الاقتصاد الالماني؟ ولو ان برضو ممكن واحد لا يتخيل ان الاقتصاد الالماني بقوته كقاطرة اوروبا الاقتصادية ممكن هو يتأثر بتضخم. طيب، هو الموضوع في المانيا مختلف عن انجلترا شوية، ولكن برضو الى حد ما معقد. يعني احنا لما كنا وصلنا في 2022 لمعدل تضخم ما وصلناش ليه من عشرات السنين، وهو ده كان 8.6%، ده معدل كبير جدا جدا جدا. ولكن طبعا بدات الامور مع بدايه السنه الجديده انها تتحسن شويه، وبدا معدل التضخم يقل. بس ده مش معناه ان الوضع يتحسن، لا. يعني احنا لحد دلوقتي بنتكلم من 8.6% ل5.1%، وده برضو معدل كبير جدا وضخم جدا. او عشان المشاهد يبقى فاهم احنا بنقول ايه،
نقدر نقول كده ان اليورو ما زالت قيمته قليله، ما بقاش المواطن العادي هنا يقدر يعمل باليورو اللي كان بيعمله من سنتين او سنه ونص. يعني اللي كان بيروح السوبر ماركت ويدفع مثلا 50 يورو بيجيب نفس الحاجات دي النهارده وبيدفع اكثر من المبلغ ده بكثير. ده طبعا دي اسباب كثيره جدا بسبب يعني بدايه المشكله بدات مع ازمه كورونا والتوابع الاقتصاديه اللي حصلت بسببها، وبعد كده دخلنا في الازمه الروسيه الاوكرانيه والمشكله بتاعت ازمه الطاقه اللي العالم كله اتاثر بسببها مش المانيا بس. وبدانا بعد كده لما بدا يبقى فيه متحورات جديده لفيروس كورونا في الصين، وبدات الصين انها تتخذ اجراءات صارمه في المدن اللي فيها مواني وبيظهر فيها المتحورات الجديده اللي بدورها بتاثر كمان على الصناعات اللي موجوده في اوروبا ومنها المانيا بسبب القطع اللي كانت بتستوردها الشركات دي والكلام ده. كل الحاجات دي طبعا مأثره على الوضع هنا حاليا زينا زي معظم دول العالم، ولكن اقدر اقول لحضرتك ان كانت خطه المواجهه اللي قامت بيها الحكومه الالمانيه والتعاون اللي قام بيه المواطن الالماني هنا هي اللي ساعدت النهارده ان احنا ما يزيدش عندنا السنه اللي فاتت معدل التضخم عن 8.6 وان احنا نوصل مع بدايه السنه دي ل 5.1%. ولكن برضو كلنا متوقعين ان الاسعار مش هتقل عن كده، وخصوصا اسعار الطاقه، لان النهارده بدا يبقى عندنا مشكله كبيره جدا، وهي الاول احنا كنا معتمدين على الغاز اللي كان بيتم استيراده او ضخه من اوكرانيا من خلال الانابيب اللي كانت بتورده روسيا. النهارده احنا بنعتمد على محطات تسييل، ودي طبعا تكلفتها عاليه جدا، وطالما تكلفه الطاقه النهارده عاليه يبقى تكلفه الصناعه والحياه كلها عاليه. الطاقه اللي بتحتاجها المصانع بقى ثمنها غالي، وبالتالي الحاجات اللي بتنتجها المصانع وبتبيعها بقى ثمنها غالي. رغيف العيش النهارده اللي في المخبز العادي جدا الطاقه اللي بتعمله بقت غاليه، وبالتالي النهارده كل الحاجات دي بقت غاليه بتمس حياه المواطن بشكل مباشر. ولكن طبعا هنا في بشكل كبير جدا التزام، والشعب الالماني من خلال حياتي ووسطهم هنا بقالي فتره طويله يعني 12 سنه اقدر اقول لك ان هم شعب دايما بيلتزموا في الازمات اللي زي كده ان هم يدبروا حياتهم، يلتزموا باحتياجاتهم، ما يبقاش عندهم الهوى التكالب والتحويش والتسليع. هم عانوا ما بيسقعوش اليورو، يعني هم عانوا من ازمات اكبر من كده بكتير، وخصوصا في الحرب العالميه الثانيه، وعندهم تاريخ من الازمات اللي مروا بيها. وفي الثمانينات برضه كان في ازمات، والسبعينات كان في ازمات، وهم متعودين على كده. لما يكون في ازمه زي كده لازم يبقى في تكاتف من الجميع، سواء حكومه او مواطن. النهارده المواطن نفسه عارف ان هو لو راح السوبر ماركت واشترى 10 ازايز زيت هيبقى هو سبب هو كمان في المشكله ان ما يبقاش فيه السلعه دي موجوده او متوفره، وبالتالي طبعا التزام ان كل مواطن بيروح يشتري الحاجه اللي هو محتاجها علشان ما نشاركش احنا كمواطنين في ازمه ارتفاع الاسعار. هو ده الوعي يا فندم، هو ده الوعي. اكيد اكيد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ حسين خضر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي من المانيا، شكرا كثيرا لحضرتك. لاول مره منذ توحيد البلاد قبل 33 عاما ارتفع التضخم في المانيا لمستويات غير مسبوقه خلال الفتره الاخيره. مكتب الإحصاء الألماني أعلن ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا بشكل قياسي ليصل إلى 7.9% مقارنة بعام 2021. المكتب أرجع ارتفاع الأسعار وخاصة الطاقة والغذاء إلى الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن اختناقات سلاسل التوريد المترتبة على جائحة كورونا، إذ اضطر المواطنون والمستهلكون في ألمانيا إلى دفع 4.24% أكثر مقابل الطاقة و 7.20% مقابل المواد الغذائية. هذا وتحاول الدولة الألمانية تخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين بمساعدات بمليارات من اليورو. من مصر، طارق أحمد. النهاردة الحدث الغريب اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجود كل الطائرات على الأرض، توقف الرحلات الجوية من ساعات مبكرة، يعني الصبح حوالي الساعة 6 الصبح بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والمدة تجاوزت الخمس ساعات تقريبا، مفيش طيارة بتطلع من أي مطار في الولايات المتحدة الأمريكية. هيئة الطيران الأمريكي كلها الفيدرالي طبعا وقفت
جميع الرحلات الجوية في سماء الولايات المتحدة، ما عدا طبعا الطيارات اللي في الجو تقدر تنزل. قعدوا على الشكل ده 4-5 ساعات، محدش عارف ايه السبب. كان في كلام على ان هذا الشلل نتيجة في الخلل في نظام الاشعارات الجوية. اكتر من 1200 رحلة تقريبا زي ما تم اعلان في الولايات المتحدة الامريكية تم الغائهم من كل المطارات. ولما حضرتك كده تجيب على بعض التطبيقات الخاصة بالملاحة الجوية او حركة الطيران وتبص على الولايات المتحدة الامريكية، ادي الصورة قدام حضرتك، فتحس ان في خلية نحل، بمعنى كلمة خلية نحل فوق سماء الولايات المتحدة. يعني بتلاقي 3-4 طيارات طالعين مع بعض، 3-4 طيارات نازلين مع بعض. هو ده طبيعة المطارات الامريكية. تلاقي مثلا فوق المطار تلاقي كمية طيارات غريبة جدا جدا عمالة بتلف، كل واحدة فيهم منتظرة الامر بالهبوط. فتخيل حضرتك لما فجأة كل ده يعني فوق المطارات وحوالين المطارات، بص حركوا الساحل الشرقي مثلا اللي على اليمين، شوفوا الزحمه كانت عامله ازاي او المفترض بتبقى عامله ازاي، حركه طيران غير طبيعيه. الناحيه اليمين ده طبعا بنتكلم على الساحل الشرقي، بنتكلم على نيويورك، بنتكلم على واشنطن، بنتكلم على عدد من الولايات الكبرى يعني في امريكا، يمكن اكتر شويه من الساحل الغربي حركه الطيران. ولكن فجاه كل ده مفيش، يعني الاصفر ده اللي هي حركه الطيران دي مفيش. كان في تدخل من البيت الابيض من الرئيس الامريكي جو بايدن بيطلب تحقيق في معرفه الاسباب. في البدايه كان في يعني استبعاد لفكره ان يكون هجوم سيبراني على انظمه الامان او انظمه او اشعارات الطيران الخاصه في المطارات الامريكيه، ولكن حتى الان يبدو ان مفيش سبب محدد لهذا الامر. برحب بضيفنا من الولايات المتحده الامريكيه من نيويورك تحديدا، المحلل السياسي الاستاذ مايك شرقاوي. استاذ مايك مساء الخير. اهلا وسهلا يا عم، وشلكم بخير يا فندم. اهلا بيك، امورك الكريم بخير. اهلا بحضرتك. اسمح لي كمان ارحب بضيفنا دكتور علي وجدي، استاذ بحوث العمليات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره. دكتور علي مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور. مساء النور يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا دكتور. استاذنك نعرف الحال وصل لفين من الاستاذ ماك، خصوصا ان يعني بعد ال4 ساعات او ال5 ساعات تقريبا بدا عوده تدريجيه لاقلاع الطائرات من مختلف المطارات الامريكيه. اعتقد دلوقتي حركه الطيران انتظمت استاذ ماك، مش كده؟ بدات تدريجيا العوده، لكن ليس بنسبه 100%. مش بنسبه 100%. ما حدث اليوم في الولايات المتحده الامريكيه هو يذكر الامريكان بما حدث في سبتمبر 11 سبتمبر عندما امر الطيران المدني في 2001، عندما امرت يعني الرئيس الامريكي بايقاف كافه عمليات الطيران في الولايات المتحده الامريكيه وانزال كافه الطائرات. ده يعني كارثه. ما حدث يعني هو حضرتك قلت الاقلاع والهبوط، هو كان في مشكله كمان في الهبوط برضو الاول، ولكن تدركوها بسرعه جدا. طب اللي في الجو دي هتعمل ايه؟ الهبوط دي بالظبط كده، مشكله الهبوط دي كارثه. يعني وان كان تم تشغيل الهبوط بدون اشعارات برضو. الاشعارات دي عباره عن ايه؟ هو نظام اسمه ناتوم. النظام ناتوم ده يعني بيدي اشعارات الكترونيه، يعني رسائل الكترونيه للطيارين جوه الطائرات ولموظفين ابراج المراقبه في المطارات وللهيئات الرسميه ومسؤول عن المناطق المحيطه كمان بالمطارات، ومسؤول عن الاحوال الجويه ودرجات الحراره وسرعه اتجاه الرياح. وده للمدني والعسكري. يا خبر ابيض. يعني ماذا كان سيحدث اذا كان هناك هجوم على الولايات المتحده الامريكيه في هذا الوقت؟ يعني ما فيش حتى اي طياره عسكريه كانت تقدر تطلع في التوقيت ده. ما هو هذا النظام مسؤول عن المدني والعسكري كمان. يعني ده بالتاكيد يعني جسامه ما حدث ان امريكا فيها 12,000 مطار، وزي ما انت قلت في تقريرك وفي الصور الموجوده من حضرتك ذكرتها على الجمهور، خليه نحل. يعني ما لا يقل عن 12,000 رحله في وقت واحد بتبقى في الولايات المتحده الامريكيه في الجو. مظبوط. يعني ما حدث خسائر ماديه تقدر بالمليارات، ممكن تتعدى كمان المليارات. ما حدث يعني لابد من الوصول الى
سبب العطل. ده مش عطل لا. طب هو يعني يا فندم كان في البدايه كان في بعض الاخبار بتقول قد يكون هجوم سايبراني، بعد كده تم استبعاد هذه الفرضيه والبيت الابيض حتى الرئيس بايدن امر بتحقيق وبرضه ذكر ان استبعاد فرضيه الهجوم السايبراني. مش عارف هل وصلوا النتيجه؟ هل في اي مؤشرات للاسباب؟ هو لا يمكن ان يكون عطل يؤثر على 50 ولايه في وقت واحد. يعني اي نظام في الدنيا بيبقى متقسم على مناطق، يعني حتى لو وقعت منطقه يبقى منطقه ثانيه شغاله، ولازم يكون في احتياطي لهذا النظام. لكن بالتاكيد ما حدث لا يمكن ان يخرج على الهبوط. واعتقد ان في بدايه الامر قالوا نستبعد، ولكن اصدار الرئيس الامريكي قبل شويعات من الان ثلاث ساعات من دلوقتي اصدر امر بفتح تحقيق موسع في هذه الواقعه. مفيش في الدنيا حد بيفتح تحقيق في عطل فني بيحصل في جهاز يعني، ولكن ده بيدي لا ده مش عطل، ده شلل تام للملاحه الجويه وحركة كمان بتقول والعسكريه كمان في امريكا، فلازم تحقيق اكيد. وفقا للتقارير اللي طلعت هو ينظم الطيران المدني وايضا بياخدوه كمان للقوات الجويه الامريكيه. طيب نسال دكتور علي يعني وجدي، جميل ارجو حضرتك بس يعني 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 تبقى معانا يعني، لان لازم اسال دكتور علي وجدي، هل يا دكتور علي في بحوث العمليات والذكاء الاصطناعي هل ممكن يكون في اختراق لنظام تشغيل زي اللي وصفه دكتور ماك شرقاوي من واشنطن، ان هو يؤدي الى هذه الحاله من الارتباك والشلل التام في حركة الطيران في بلد بحجم أمريكا؟ حاجة يسعدني أن أنا أكون مع حضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتور علي؟ طيب لحد ما رجع لنا الدكتور علي، الرأي العام في أمريكا بيقول إيه أستاذ ماك، أو بيتقبل وضع ده ازاي؟ لان في تشبيه بالفعل زي ما حضرتك ذكرت بان هو بيشبه باللي حصل في هجمات 11 سبتمبر 2001 يعني. هو في انزعاج كبير جدا بالتاكيد، وفي حاله من الحنق يعني لدى المسافرين. يعني انا هدي لك مثال بسيط. لما بيحصل حاجه زي كده سلطات الطيران المدني الامريكيه بتلزم شركات الطيران انها تدي لو اكثر من 3 ساعات تاخير عن رحلتك بيجيب لك اوتيل تسكن فيه، وبيدي لك فاوتشر تعويض عن اللي حصل بقيمه التذكره على الاقل بما لا يجاوز 1000 دولار في الدوميستيك الحاجات الداخليه. لو انت حسبت عدد الرحلات اللي اتاثرت 12000 رحله. خراب بيوت لسه يعني. كمان التفاقم ده النهارده بس يعني اللي تم تاجيلها ما هيتاجل لبكره، طب ما بكره في رحلات ثانيه فهيعمل يعني ازدحام ممكن يأثر معانا أسبوع هذا الموضوع. تخيل بقى مليارات الدولارات اللي هتدفعها هذه الشركات للمتضررين. تخيل حركة التجارة، المؤتمرات، الحاجات الطارئة، الدكاترة اللي مسافرين عشان يعني يحضروا عمليات أو يكون في طبعا أمور إجراء عمليات جراحية، حاجات عاجلة، فكل الناس دي شغلها كله يعني طبعا اتضرر يعني طبعا. تشيل الولايات المتحده الامريكيه لمده 6 ساعات كامل طبعا. ده انا بعتقد انه ممكن يعدي مئات المليارات كمان مش المليارات. طيب رجع لنا دكتور علي وجدي ونعرف منه، يعني دكتور علي متخصص في هذه العمليات والذكاء الاصطناعي، هل من الممكن ان يحدث اختراق يؤدي الى شلل نظام او سيستم بهذه الاهميه في دوله بحجم الولايات المتحده يؤدي الى شلل الطيران المدني وحتى العسكري لمده 6 ساعات؟ طبعا انا اسف على الانقطاع اللي حصل، ولكن ده طبيعي جدا في ظل الحرب اللي دايره دلوقتي ما بين اوكرانيا وما بين روسيا. وفي ظل ما ان امريكا بتساند طبعا اوكرانيا، اكيد ده هجوم مضاد سيبراني يعني عشان يبقى ليه اغراض سياسيه واغراض ممكن استراتيجيه بشكل معين. انا متاكد ان اكيد ده هجوم سيبراني، لان زي ما الدكتور ماك قال ان مستحيل يكون ده عطل يعني يعمل كل ده وما يكونش وراه هجوم سيبراني، مستحيل. بس طبعا ممكن يعني المخابرات الامريكيه او امريكا عموما يعني صعب عليها نقول حاجه زي كده دلوقتي، بس مش اكتر يعني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علي وجدي، شكرا جزيلا الاستاذ ماك شرقاوي من واشنطن، شكرا جزيلا لحضراتكم، واستاذكم في فاصل قصير.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة. وقد عرض السيد وزير الطيران المدني في هذا السياق خطط الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية.